بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟ ما كنت لأخوض في هذه المسألة على وجه الخصوص وأسجل فيها لولا انتشار القول بأن إخراج زكاة الفطر نقدا قول باطل ومخالف للدين ومخالف لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، كما تنتشر المقاطع عبر وسائل التواصل، وكما حصل تشويش لعامة الناس في هذا الأمر، علما أن المسألة خلافية، والقول بإخراج زكاة الفطر نقدا أو بالقيمة قول معمول به في بلادنا منذ القديم. والخلاف في هذه المسألة، نعم هذه المسألة فيها خلاف إخواني، ولا إشكال في إخراجها نقدا أو طعاما، ولست بصدد الترجيح، ولكن بصدد بيان مغالطة تنتشر بين الناس اليوم. الخلاف في هذه المسألة ليس خلافا حادثا عند المتأخرين، بل هو منذ زمن السلف. يقول الناس بأن بعض هؤلاء الناس، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراجها طعاما، وكانت النقود في زمانه ولم يخرجها نقودا، فقول أبي حنيفة رحمه الله هو اجتهاد يقابل قول النبي عليه الصلاة والسلام، فما ينبغي الأخذ به. وهذه إشكالية في الفهم والتلقي عن النبي عليه الصلاة والسلام. الخلاف في هذه المسألة ليس خلافا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو في فهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرجها نقدا، لكن عدم إخراجه الزكاة نقدا لا يدل على تحريمها أو تحريم إخراجها نقدا أو عدم إجزاء ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين قد ثبت عنهم إخراج القيمة في الزكاة بشكل عام وفي زكاة الفطر بشكل خاص. إذن الخلاف منقول في هذه المسألة عن السلف، عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، عن التابعين، وورد بذلك الآثار والنصوص الكثيرة. روى ابن أبي شيبة عن أبي إسحاق السبيعي قال: أدركتهم، يعني الصحابة، يأخذون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. وغير ذلك من النصوص، في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كانت تؤخذ زكاة الفطر وتقدر بالقيمة، وكانت تقدر عن الشخص بنصف درهم، كما تفعل تماما كما تفعل دور الإفتاء الآن عندما تقدر زكاة الفطر بالقيمة لمن أراد أن يخرجها قيمة. إذن الخلاف فيها منقول من زمن السلف قبل أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فبالتالي من يشنع الآن على من يخرجها نقدا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرجها، نقول هؤلاء الصحابة الكرام والتابعون وفيهم كبار العلماء قد اجتهدوا في فهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: خذ الحب من الحب، والغنم من الغنم، والإبل من الإبل، وهذا تنصيص على إخراج الأعيان، لكن ثبت عن معاذ رضي الله عنه أنه أخذ مكان الحب، مكان الذرة والشعير من الزروع، أخذ الثياب، والثياب قيمة، طبعا القيمة أعم من النقود، ليست القيمة المقصود بها خصوص النقود، بل كل ما ينتفع به مما هو متقوم شرعا. فسيدنا معاذ رضي الله عنه يأخذ الثياب مكان الذرة والشعير، مع أن النص: خذ الحب من الحب، والإبل من الإبل، والغنم من الغنم. إذن هو اجتهاد في فهم النص، اجتهاد في العمل بالنص، والعلماء متفقون على أن الإنسان إذا قلد مجتهدا من هذه الأمة وعمل بقوله أنه أجزأه ذلك، فاليوم باتفاق المذاهب الأربع من يأخذ بالقول بإخراج زكاة الفطر نقدا ويخرجها أجزأت وبرئت ذمته بذلك. فلذلك من يشنع الآن من أخرج الزكاة نقدا لا تجزئه ويعد إخراجها، هذا قول مخالف لقواعد الفقه ومخالف لما عليه الأئمة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا يحل لفقيه أن يحمل الناس على مذهبه. والقاعدة المستقرة عند العلماء أنه لا إنكار في مسائل خلاف السائغ. ثم أيها الإخوة، من أراد أن يتمسك بحرفية النص ويقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ما أخرجها نقدا، فبالتالي لا نخرجها نقدا بل نخرجها طعاما، وهؤلاء يقولون نخرجها مثلا من الأرز، من الطعام الغالب عندنا، أو البر ونحو ذلك، إذا أردنا أن نتمسك بظاهر وحرفية النص فسنذهب إلى ما ذهب إليه الظاهرية. داود الظاهري
في اجتهاده في تمسكه بظاهر النص ذهب إلى أن زكاة الفطر لا تجزئ إلا صاعا من تمر أو صاعا من شعير، لأن الحديث المتفق عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراجها صاعا من تمر أو صاعا من شعير. أما يعني إذا قال الإنسان بأن المقصود هو طعام الناس أو غالب طعام الناس، نقول تمام، هذا قول صحيح، وهذا قول الشافعية والمالكية أن زكاة الفطر تجزئ من القوتيات، من غالب قوت البلد، من المعشرات. لكن هذا اجتهاد في الحديث أيضا، هو اجتهاد في الحديث، لذلك على هذا الاجتهاد تدخل أصناف لم ينص عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خلاف منهج يعني التمسك بظاهر وحرفية النص. فكما أن الشافعية والمالكية مثلا اجتهدوا في النص وقالوا إن المقصود هو غالب قوت البلد فأدخلوا أصنافا لم ينص عليها النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك الحنفية كان لهم اجتهاد أن المقصود من هذه الأصناف التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام هو إغناء الفقير، وبالتالي يحصل الإغناء بكل ما له قيمة، بكل ما هو متقوم شرعا. إذن فالمسألة خلافية، والخلاف فيها في فهم النص وليس مخالفة للنص. لا يكون لأحد من المجتهدين من العلماء أن يخالف قطعية حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وحاشاهم، ولا يكون هذا. لكن الحديث معلل عند جمهور العلماء، جمهور العلماء أن الحديث معلل، لكن منهم من علله بغالب قوت البلد، والحنفية توسعوا وأدخلوا القيمة وقالوا يجوز إخراج القيمة على المنصوص عليه من الأصناف التي ذكرها أو ذكرت في عموم الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. فلذلك إخواني لا ينبغي التجديد في هذه المسألة، ومن أخرج زكاة الفطر نقدا فمقلدا هذا القول فقد أصاب وبرئت ذمته باتفاق العلماء، باتفاق العلماء برئت ذمته. هذه القاعدة عند العلماء أن الإنسان لا يجوز، إذا كنا نعتقد بوجوب إخراج الطعام مثلا على قول الجمهور، لكن لا يجوز أن نعترض على من أخرج بالقيمة ونقول إن فعلك باطل. لا، ما دام هو قلد قولا بالجواز ففعله صحيح وبرئت ذمته باتفاق العلماء. تماما اختلاف العلماء في هذا الحديث كما اختلف الصحابة في فهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام الشهير لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. وكما تعلمون هذا الحديث بعض الصحابة صلى العصر في الطريق، والفريق الآخر قالوا لا نصلي حتى نصل بني قريظة، لكن الوقت سيخرج. ففريق تمسك بظاهر الحديث، والفريق الآخر قالوا لم يرد منا ذلك، لم يرد منا أن نخرج الصلاة عن وقتها، وإنما أراد الإسراع، وهذا إعمال لفهم إعمال للاجتهاد في فهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وليست مخالفة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فلنجعل هذه الأوقات نتعبد الله سبحانه وتعالى فيها بالتقرب إلى الله وترك الجدل، والله تبارك وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.